ينضم إلينا صهيب جابر، صحفي في شبكة فرات بوست عبر سكايب. بداية، لو تضعنا في صورة ما يجري في مناطق سيطرة قسد وتفاصيل هذا القرار، قرار الإدارة الذاتية. نعم، بداية أحييكم السادة المشاهدين. حقيقة يعني أخبار مؤسفة جدا. حتى اللحظة هنالك 5 شهداء مدنيين يعني قتلوا خلال الاحتجاجات، وهنالك أيضا أكثر من 4 حالات حرجة و16 مصاب الآن نقلوا إلى مشافي الحسكة بعد المظاهرات التي انطلقت اليوم في مناطق الشدادي وقراها، وأيضا منطقة الحريري، وأيضا منطقة 47، العطالة، الرشيدية، الحدادية، ومرقدة، وقانا. هنالك من بين الشهداء طفلة تبلغ من العمر 2 سنين استشهدت على حاجز قانا تحديدا، وشاب أيضا قتل برصاص قسد في قرية 47، إضافة إلى عبد القادر حمود الأسعد الذي قتل أيضا برصاص قسد، قوات التدخل السريع التابعة لقسد التي أطلقت النار بشكل مباشر على المتظاهرين الذين خرجوا اليوم يعني احتجاجا على القرار الذي أطلقت عليه قسد، أو رقمته بالقرار 119 الذي يقضي برفع أسعار المحروقات في هذه المناطق. ونسبة الرفع طبعا هنا يعني توضيح بسيط، نسبة رفع الأسعار هي وصلت إلى 300%، أي أن قنينة الغاز التي يعني كانت تباع ب3000 ليرة سورية في مناطق نفوذ قسد اليوم تباع أو سوف تباع بأكثر من 8000 ليرة سورية. أيضا لتر المازوت بحسب يعني التواصلات سوف يصل إلى أكثر من 2500 ليرة سورية. رفع الأسعار هذا زاد من ضائقة المدنيين في هذه المناطق ودفعهم للخروج بالتظاهر، وهنا كانت ردة الفعل من قسد يعني مباشرة إطلاق النار، إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في المناطق التي ذكرتها قبل قليل، ويعني قتل عدد من المدنيين المتظاهرين في هذه المناطق وأصيب عدد آخر. أيضا يعني كان المسؤول عن المحروقات في الإدارة الذاتية قد صرح، صادق محمد أمين صرح اليوم بأن سبب رفع هذه الأسعار، أسعار المحروقات، يعود لمحاولة الإدارة الذاتية للتضييق على مهربين، وهو بالعكس يعني هذه نتيجة عكسية وهي ضائقة أكثر على المدنيين يعني في هذه المناطق، لذلك خرجوا وتظاهروا. نعم، شكرا لك على هذه المعلومات صهيب جابر، صحفي كنت معنا من أورفا، شكرا جزيلا لك.